اعتقد هذا الموسم مكمل لمسيره الفريق والموسم السابق، ونطمح بالحقيقه الى المشروع الذي عدته اداره نفط الجنوب، الاداره المجتهده في عملها. نتمنى ان نشوف النتائج. طيب يعني تجربه نفط الجنوب الناجحه تشوف انه يعني ممكن ان تنتقل الى باقي الانديه، ممكن انديه اخرى صغيره بعمرها، صغيره بتجربتها، ممكن هذه التجربه انديه ثانيه سواء بالبصره او باقي العراق، ممكن هذه التجربه تنتقل وتحقق نفس نجاح نفط الجنوب؟ بالتاكيد استاذ جامع، العمل الاداري الان اصبح اداه، اصبح فن يجب ان يرتقى بالعمل الاداري. انديه الدوري العراقي الممتاز يجب ان ترتقي الى عمل الانديه الاحترافيه من خلال العمل الاداري. العمل الاداري هو جانب مهم مكمل للجانب الفني. اي خروقات او اي اخطاء بالعمل الاداري اكيد ستؤثر على المسيره الفنيه للفريق. اداره نفط الجنوب من خلال متابعتنا باعتبارهم اصدقائنا ومواظبين على الحضور معهم في الاجتماعات او في الاحداث اللي بين الفريق، تحس الاداره عندها دافع قوي لمساعده الفريق. الدعم المتواصل ايضا من شركه نفط الجنوب، حيث يعني لم تدخل باي شيء مع الفريق من خلال معسكرات تدريبيه، توقيع عقود مع لاعبين محترفين. بالانتظار النتائج. طيب يعني مع اختلاف نظام الدوري هالموسم تشوف فرصة النفط زادت قلت، يعني مع الدوري العام عن الدوري المجموعات، يعني بالنظر الى اسماء النفط مجموعة نفط الجنوب الاولى يعني مع من يلعب او بالدوري العام، نشوف نفط الجنوب فرصة زادت او قلت هذا الموسم بتحقيق اهدافه؟ هو اكيد نظام المجموعات ربما يكون سلبياته وايجابياته، لكن ربما الوضع الليلي هو كان عائق في وضع الدوري بهذه المرحله. اكيد احنا كاعلاميين ما نقدر نقيس الفريق من خلال دوري المجموعات، لان تعرف الفريق ما راح يحتك الفرق الدوري، راح يحتك فرق معينه. فهذا راح يحبط من مستوى الفريق الفني. نتمنى ان يكون الكادر مواظب عمله من خلال الوحدات التدريبيه المستمره، المباريات الوديه اللي تقوم بين دوله واخرى بسبب كثره الانتصارات في الدوري العراقي. تشوف نفط الجنوب الان هو حامل لواء الكره البصريه، يعني الميناء مع تراجع نتائج ابتعد عن هذه القياده لكره البصره، ونفط الجنوب الان هو الذي يقود او واجهه كره البصره؟ والله استاذ جان، طبعا احنا ما عندنا فرق بين الميناء ونفط الجنوب، اكيد طبعا من السنين البصره اي فريق حقق نتائج متميز زي المستخدمين ونشيد بأداء ونوقف فيها ونسند الى اخر مرحله. ربما الميناء الخلافات بين الاداره والتقاطعات بين الاداره والكادر الفني كانت سبب لاكثر من سنه، 3 سنوات او سنتين او اربعه. نتمنى يعني ان كان نفط الجنوب او الميناء فريق يحقق نتائج طيبه، صراحه نوقف لهم احتراما. طيب السيد مصطفى العيداني الصحفي الرياضي المتخصص بالكرة البصرية، كل الشكر الجزيل لحضرتك على انضمامك إلينا عبر التلفون بحلقة اليوم للاعب 12، وبالتأكيد نتمنى لك كل الموفقية بعملك، مثل ما نتمنى الموفقية ل يعني كرة البصرة كلها سواء بالميناء أو نفط الجنوب أو باقي الأندية البصراوية، نتمنى لهم كل الموفقية بعملهم، لأن دائما البصرة فريق مثل ما قالوا سابقا فريق ولود، ينطينا لاعبين، ينطينا نجوم، ينطينا ناس يعني كبار، ويكفي جليل حنون ويكفي هادي أحمد وغيرهم من الأسماء الكبيرة جدا. فبالتالي يعني المحافظة على هذه النجاحات هو جزء من المسؤولية للمحافظة على الإرث الكبير اللي تركته كرة البصرة لأندية الميناء وأندية نفط الجنوب وغيرها من الأندية. نشد على إيد الإدارة بهذا العمل الكبير، نتمنى لهم كل موفقية. نشد على إيد الجهاز الفني، الكابتن عماد عودة، منير جابر، وصدام سلمان وغيرهم بهذا العمل، وأيضا نقول للاعبين بالتأكيد نوقف وياهم بسبيل تحقيق نتائج كبيرة، وأيضا يعطونا لاعبين كبار لمنتخباتنا الوطنية. حلقة اليوم انتهت أصدقائي، إن شاء الله غدا نلتقي بنفس الموعد دائما من الأحد إلى الخميس، اللاعب 12 عبر الشرقية. نلقاكم غدا إن شاء الله، إلى اللقاء.